مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج الطف ومع ضيفي الأستاذ الدكتور خالد العردة ومدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية. ومرحبا بكم الجديد دكتور معنا في هذا البحث التاريخي وهذا البرنامج. حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف ننظر إلى هذا المفهوم في ظل الثورة الحسينية؟ البعض يقول بأنها الإمام الحسين ثار بالسيف لو أنه يعني ناقش القوم أو جادلهم، وهو فعل طبعا تاريخيا. من يقول بهذا الرأي هو غير مطلع على موضوع التاريخ، يعني موضوع الثورة الحسينية والدعوة السلمية للثورة في القرآن كيف ننظر لها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى البيت الطيبين الطاهرين. تحية لكم والمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. قضية الدعوة ونشر الفكر أو نشر الرسالة في القرآن حددتها الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا يعني في بعض كتب التفسير عندما تتحدث، يعني كالفيض الكاشاني في تفسير الصافي، عندما يتحدث عن قضية تفسير هذه الآية، نلاحظ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بمعنى أن الحكمة تتعامل بها مع الخاصة، مع النخبة من القوم، نخبة الناس تتعامل معهم بالحكمة وبالحجة البالغة وبالبرهان. والموعظة الحسنة هي مستوى آخر من الخطاب، ولكن يمارسه الخطيب مع مستوى آخر من الناس، ألا وهي عامة الناس. هذه العامة تمارس معها الموعظة الحسنة، لأن هؤلاء ممكن أنه إذا تتكلم بالقضايا اللي تتعلق بقضية الحكمة والقضايا اللي يخاطب بها النخبة، إذا نزلت هذا مستوى الخطاب إلى العامة، لربما العامة لا يفهمون هذا الخطاب، وبالتالي ممكن أنه يحدث الإرباك والفوضى. أما جادلهم بالتي هي أحسن، فيفسر بأنه هو الجدال بمعنى الحوار مع الآخر، وهنا الآخر معناها الذي يخالفك في الرأي، يخالفك في الفكر. هذا الآخر أنت تجادله بالتي هي أحسن، بمعنى أنه أنت لا تكون متحزبا لرأيك وتحاول أن تفحم الآخر بهذا الرأي، وإنما تحاول أن تتحاور معه بالشكل الذي يقود إلى معرفة الحقيقة. فمعرفة الحقيقة ومعرفة الصواب هو أساس الرغبة في الحوار مع الآخر المختلف. هذه مستويات ثلاثة من الخطاب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهذه المستويات لم تكن غائبة عن الإمام الحسين عليه السلام. وكيف تكون غائبة وهو ابن القرآن وهو ابن نبي القرآن؟ فهذه المستويات حاول الإمام الحسين عليه السلام أن يخاطب بها القوم، لذلك تلاحظ أنه الحوار مع الآخر مارسه الإمام الحسين وبشكل واضح من خلال حواره مع والي المدينة، ومارسه أيضا من خلال حواره مع والي مكة عمر بن سعيد بن العاص، وتلاحظ أنه كان يمارسه أيضا مع عامة الناس.
أولئك أعيان القوم، رؤساء القوم الذين كانوا يأتون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ما هي النتائج التي خرج بها الإمام الحسين من هذا الحوار؟ النتائج أنه التي خرج يعني بها الإمام الحسين، لاحظ أنه والي المدينة كان يتمنى خروج الإمام. نعم. لأنه قد عرف الحق، لقد عرف أن الحسين على الحق، وأن حاكمه يزيد هو على الباطل. لذلك كان يتمنى أن يخرج الإمام الحسين من المدينة كي لا يحسب دمه على والي المدينة. نعم. ولاحظ أنه هذا الأمر يعني ولو بدرجة معينة، يعني على الرغم من أنه التوصيات كانت واضحة من يزيد كحاكم مطلق، واضحة لولاته أن اقتل الحسين، لكن هؤلاء الولاة عندما يتحاورون مع الحسين وعندما تحدث النقاش معهم في مجالس معينة، يعرفون أن الحسين على الحق، فلا ينفذوا حكم الوالي الحاكم، وإنما يتمنون أن يخرج الإمام الحسين من تلك المدينة، وكل منهم يحاول أن يلقي مسؤولية تدارك الأمر على غيره من الولاة، حتى لا يتورطون بدمه، حتى لا يتورطون بدمه، وكي يسلموا من ثورة الناس عليهم. هذا الأمر كان واضحا، حتى والي العراق الذي سبق عبيد الله بن زياد أيضا كان واليا، كان يسمى أنه واليا ضعيفا، بمعنى أنه كان يعرف أنه الدعوة الحسينية والحركة الحسينية كانت قوية جدا في الكوفة، وأن هذه الدعوة كانت هي على الصواب وعلى الحق، وأن ما كان يبيت في مجلس الحكم في الشام يتعارض بشكل مطلق مع المبادئ الإسلامية في الحكم ومع الأصول الإسلامية في إدارة الحكم وإدارة الدولة. نعم. لكنه ما حصل وما قلب الموازين هو أنه شرار الناس قد برزوا لخيار الناس. نعم. بمعنى أنه عبيد الله بن زياد، وأنتم تعرفون من هو عبيد الله بن زياد، غني عن التعريف، كان يسمى بأنه الحاكم المستبد الظالم في البصرة. نعم. ويعرف عن أبيه بأنه هو الذي انتسب لغير أصله ونسب لبني أمية وبني سفيان، فهذا الأمر جعل هذا الحاكم عندما وصل إلى الكوفة لا يترك وسيلة ولا يترك سبيل من أساليب الظلم والترهيب والترغيب إلا واستخدمها، سواء مع أعيان أهل الكوفة أو مع الإمام الحسين عندما جاء إلى العراق. فهذا الحاكم صراحة يتقن الأساليب القذرة في إدارة الدولة وفي مواجهة الخصوم، لذلك تلاحظ أنه هو لم يكن يبحث عن الأحقية والمصداقية في الدعوة الحسينية، وإنما كان يبحث عن رضا الحاكم أيا كان هذا الحاكم، طالما أنه يطمع بالسلطة ويطمع بمغانم الحكم ويطمع بكل شيء دنيا ويطمع به الإنسان، ولكنه يخالف الحقيقة أحيانا ويخالف إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الإمام الحسين سلام الله عليه حينما خرج على يزيد آنذاك، ألم يهيئ الأرضية؟ يعني أكيد قام بأفعال هيئة من خلالها الأرضية المجتمعية لكي تستقبل ولو يعني الجزء اليسير من الثورة آنيا. نعم. حتى تتداعى هذا الأمر يعني يكبر ككرة الثلج تاريخيا. لاحظ أنه إذا نعم. أستاذ علاء، يزيد كحاكم حاول أبوه معاوية أن يمهد الأرضية لحكمه وفشل لدرجة عالية من الفشل، وكان بممارساته وبشطحاته في إدارة الدولة وتهوره في إدارة الدولة يمهد الأرضية للثورة عليه، يمهد الأرضية لأن يفقد الشرعية، شرعية الحكم، لكنه كان يريد أن يلبس لباس الشرعية من خلال أنه المجيء بابن بنت رسول الله كي يكون أداة من أدوات منح الشرعية لهذا الحاكم المنزوع الشرعية، بمعنى أنه لو أن ابن بنت رسول الله بايع يزيدا ف
فإن لا شرعية يزيد سوف تتحول إلى شرعية بهذه المبايعة. نعم. فهو كان فاقدا للشرعية منذ توليه للسلطة. نعم. وإنما كان الخوف والاستبداد والشراء الذمم هو الأسلوب الذي حكم من خلاله ووصل إلى السلطة من خلاله. نعم. الإمام الحسين عليه السلام كان يدرك هذا الأمر جيدا. نعم. ويدرك أن الولاة وأعيان القوم قد تم شراء ذممهم، لكن يعرف أن هنالك فجوة تكبر بين سلوك الحاكم وبين حاجة المحكوم. نعم. بين طبيعة الحكم الأموي القائم على السلطة والاستئثار بها وبين طبيعة الحكم في الإسلام. نعم. القائم على وجود الشرعية وتطبيق الأحكام الإسلامية واختيار الأكفاء الأفاضل لإدارة الدولة. نعم. فكانت هذه الفجوة كانت واضحة، والإمام الحسين عليه السلام كان يدرك هذه الفجوة، لذلك أنه امتناعا كبيرا وصرح بهذا الامتناع عن منح الشرعية ليزيد. ثم أنه اتصل بقرابته، اتصل بأنصاره، اتصل بكثير من البلدان بأعيان هذه البلدان لكي يوضح لهم خطورة الانحراف الذي يحصل في الحكم. نعم. هذه الأمور من خلالها مهد الإمام الحسين عليه السلام لثورته المباركة، وقد تهيأت يعني الظروف بشكل كبير، لكن الأمة لم تكن مهيئة. يعني أنه الأمة كانت تدرك أنه الحق إلى لا، ما يهمنا هنا الآليات التي قام بها الإمام سلام الله يعني عليه. أنت لاحظ كل الآليات لم يترك أي من الآليات أو الأدوات التي من خلالها يوضح أنه هذا الحكم منحرف، فهو خاطب الولاة وبين لهم انحراف يزيد وانحراف السلطة الأموية. نعم. وخاطب الأقاربه وأنصاره والأعيان القوم وبين لهم انحراف الحكم القائم. نعم. وخرج بشكل علني من المدينة إلى مكة ليعلن أمام الملأ خروجه عن سلطة وانحراف الحكم القائم. استثمر وجوده في مكة ليشهر بهذا الحكم ويبين انحرافه وليوضح للناس أنهم مسؤولون. نعم. عن وضع حد لهذا الانحراف. اتصل بأهل العراق وأرسل أقرب الناس إليه وهو مسلم بن عقيل ليكون سفيره إلى العراق. نعم. ويهيئ أهل الكوفة للخروج على الحكم. الإمام الحسين كل هذه الأمور قام بها وضرب المثل الأعلى في تهيئة الظروف عندما وصل الأمر إلى العاشر من محرم، فقدم دمه وعياله وأصحابه وأنصاره ليكون النموذج الأروع في التضحية من أجل المبدأ والعقيدة. هذه الترتيبات التي قام بها الإمام الحسين أو الخطوات التي قام بها قبل الثورة، هل كانت على مستوى الثورة أم قام بها قبل الثورة، أو هل توقيتها قام بها قبل الثورة يعني بفترة طويلة لأنه كان ينوي في نيته أن يقوم بهذه الثورة، أم بفترة قليلة؟ لاحظ منذ أن حاول معاوية، منذ استشهاد الإمام الحسن سلام الله عليه السلام ومحاولة معاوية وحرص معاوية على نقض العهد والصلح الذي تم بينه وبين الإمام الحسن، وعمل معاوية على التبشير بيزيد كولي عهد وكخليفة قادم، الإمام الحسين عارض هذا الأمر بشكل كبير. يعني مارس عملية الاعتراض على هذا الانحراف وعلى هذا الخلل في بناء الدولة وفي بناء الحكم في الإسلام منذ أن طرح مشروع يزيد كحاكم قادم للأمة الإسلامية. قبله كان معارض لمعاوية أيضا. هذا أنت الاعتراض على معاوية كان الاعتراض على سلوك يعني بالدرجة الأساس. نعم. لكنه كان يحكمه عهد الإمام الحسن. نعم. وصلح الإمام الحسن ودهاء معاوية أيضا ومحاولة استرضاء أهل البيت أو محاولة أنه تجنب الاحتكاكات معه، تجنب الإظهار الواضح لانحرافه عن مبادئ الإسلام. لكنه يزيد اختلف الأمر معه. يعني يزيد هو مشهور بكل منقصة ويزيد مشهور بكل
الخرق لأحكام الإسلام وقواعد الإسلام، فهذا معروف لكل لعامة المسلمين. لذلك تلاحظ أنه الإمام الحسين حرص على أن يبين هذا، حرص على أن يهدم أسس المشروع الذي أراده معاوية ليزيد، وقد نجح في هذا الأمر. يعني أيما نجح، يعني بمعنى أنه اليوم أنت تحكم على يزيد على أنه فشل، وتحكم عليه بأنه حاكم فاشل، وأنه حاكم لم يحسن الإدارة ولم يحسن القيادة، وأنه حاكم غير شرعي. كل هذا اليوم المسلمون عندما يحكمون على يزيد وعلى نظام حكم يزيد وعلى من خلف يزيد، إنما يحكمون من خلال ما قام به الإمام الحسين عليه السلام. نعم، ما هي دلالة أذن أن يقول يزيد حينما رأى الرأس الشريف لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا المطلوب؟ نعم، يعني هذا الحديث بهذا الجانب، يعني أنه ما يفهم يعني من خلال سلوك يزيد وهذا وقوله هذا، على أنه يزيد قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لقد أشهر وأعلن كفره وأعلن تنكره لديانة الإسلام ولدين الإسلامي، وبالتالي لو أن هنالك أمة إسلامية كانت على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الحدث، بمجرد ولا أقول يعني استشهاد الحسين وما قام به يزيد من أفعال، فقط هذا القول أن يصرح به يزيد في تلك الفترة، هو لم يكن يحكم أمة غير إسلامية، هو كان يحكم في أمة دينها الإسلام وقواعد حكمها المفروض أنه تستنبط من الإسلام، وبالتالي هو يدعي أنه حاكم للمسلمين وإمام وخليفة للمسلمين. بمجرد أن ينطق بهذه الكلمات التي تنكر وجود الوحي وتنكر وجود الديانة وتنكر النبوة، بمجرد أن ينطق بها هذا فقط يكفي أنه ينزع هذا الحاكم ويحاسب ويعاقب على فعله. لكن لا سمحت لي بفاصل ثم نعود، أنا آسف لمقاطعة حضرتك ولكن الوقت يشير لي السيد المخرج بالفاصل. سادة المشاهدين فاصل ثم نعود إليكم. عن الصادق عليه السلام قال: ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولا رؤي في دار هاشمي دخان خمس حجج حتى قتل عبيد الله بن زياد لعنه الله تعالى. سادة المشاهدين السلام عليكم، عدنا وإياكم من جديد لنكمل موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وضيفي الأستاذ الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أرحب بك من جديد دكتور. قبل الفاصل كنا تحدثنا عن موضوع يزيد والبيت الذي قاله، هي أبيات كثيرة طبعا، لكن هذا كنموذج لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وهو خليفة المسلمين. نعم، قلنا أنه هذا البيت لوحده يكفي لنزع الشرعية عن يزيد، ويكفي للرد على قول القائل بأن يزيد هو خليفة من خلفاء المسلمين، لأنه يبدو أنه لا حد، يعني هذا اليوم هنالك من يعتقد بخلافة يزيد، وهنالك من يعتقد بخلافة الكثير ممن يبدأ ممن تسنموا الخلافة شوارع بني في بعض أمية. البلدان شوارع في بلدان إسلامية يسمونها باسم يزيد، مدارس في بلدان إسلامية يسمونها باسم يزيد، جامع يسمى باسم حرملة بن كاهل. نعم، هذا الأمر يعني أنه يبدو أنه لا زالت الأمة الإسلامية تعاني من مرض الفهم، نعم، يعني نقص الوعي الثقافي ونقص الإدراك لحقيقة الأمور. دائما يبدو أنه الصراع أحيانا على الحقيقة التاريخية من قبل المتصارعين سابقا ولاحقا يجعلهم أحيانا يصابون بالعمى، العمى عن هذه الحقيقة، كل منهم يدعي الحقيقة لنفسه ويحاول أن ينزعها عن الآخرين. الذين يؤيدون يزيد ويعتبرون أنه هذا هو من حكام المسلمين وولاة المسلمين يبدو أيضا مصابين بهذا العمى، لأنه هذا الرجل صرح وعلى الملأ بأنه ينكر وجود الوحي وينكر النبوة وينكر كل شيء. هذا الأمر لو حصل
في أي دولة اليوم إحنا هاي الدول الديمقراطية والدول الاشتراكية على سبيل المثال والدول القومية، لو كانت هنالك دولة قومية أو دولة ديمقراطية أو دولة حتى دولة اشتراكية وخرج حاكم هذه الدولة وقال إنه ينكر المبادئ الاشتراكية ولا يعترف بوجودها، اعتبروا إنه هذا الحاكم مارس الخيانة. يعني لو ستالين في زمنه خرج وقال إنه ينكر المبادئ الاشتراكية والشيوعية لاعتبروا إنه هذا الرجل هو هذا مارس الخيانة العظمى. نعم. لو إنه دولة ديمقراطية اليوم أي دولة من الدول الديمقراطية مو تنتخب قادتها وحكامها، هذا الحاكم الديمقراطي لو خرج على الملأ وقال إنه يكفر بالمبادئ الديمقراطية لثار الشعب عليه وعزله. نعم. فإذا قسنا هذا على ما حدث في سنة 61 للهجرة لعرفنا أنه فقط هذا المعيار يكفي لنزع الشرعية عن يزيد، ودليل على أنه هذا الرجل لم يكن يحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولم يكن يستحق المنصب الذي جلس عليه أو المكان الذي هو فيه. إذا أضفنا لهذا كل الفظائع التي ارتكبها تجاه البيت النبوي وتجاه المعارضين وتجاه حتى الناس الآمنين في مكة والمدينة وفي العراق، لعرفت أن هذا الرجل هو عبارة عن وحش. يعني هاي المعايير اللي احنا نستخدمها هو عبارة عن وحش بشري جلس على كرسي الحكم في دولة دينها الإسلام. وما أكثر الوحوش للأسف في تاريخنا الإسلامي وحتى في تاريخنا المعاصر. نعم. اليوم هنالك كثير من الوحوش هي التي تجلس على كراسي الحكم وتحاول أن تفرض سلطتها على الناس. الإمام الحسين عليه السلام ثار على هذه الوحوش، ثار على هؤلاء وحاول بثورته هذا أن يعيد البشرية كل البشرية وليس فقط يعني للمسلمين، لكل البشرية، أراد أن يعيد لهم توازنهم وإحساسهم بإنسانيتهم وشعورهم بأنهم يجب أن يأمنوا في ظل دولة توفر لهم الأمن والأمان والسلام واحترام العقائد، وأن يكون الحكام والقادة في هذه الدول مخلصين لمبادئهم. نعم. مخلصين لطبيعة الحكم الذي يحكمون من خلاله، وأيضا يكونوا قادرين على توفير السعادة لشعوبهم. حقيقة وردني سؤال من أحد الأخوة على الإيميل الشخصي، استلطفته كثيرا وأود أن أطرحه على حضرتك. تقولون أن الإمام الحسين ثار على نظام فاسد وعلى الدولة الفاسدة، فهل يستطيع الشخص حينما يقتدي بالإمام الحسين أن يثور على المظاهر الفاسدة في المجتمع؟ يعني لا. على صعيد فردي هو دي يحكي الأخ هنا. لا لاحظ يحكي على صعيد فردي مو على صعيد دولة. نعم. نعم. لاحظ أنه كل إنسان هو يمتلك الثورة في داخله. نعم. فولتير على سبيل المثال وهو رائد من رواد عصر النهضة الأوروبية، نعم، يقول أنه لو أن إرادة حرة واحدة انعتقت من أغلالها لاستطاعت أن تغير الكون. ولاحظ أنه إذا حاولنا أنه نبتعد عن قضية التسديد الإلهي والمعاجز السماوية للأنبياء والمرسلين، فهم بشر. نعم. هم بشر امتلكوا حرية الإرادة والقدرة على التحرر من الأوضاع المتخلفة التي يحيون فيها. نعم. فاستطاعوا بتحررهم واستطاعوا بمنهجهم الصحيح أن يغيروا الكون. نعم. اليوم احنا في مجتمعاتنا المعاصرة نحتاج إلى أنه نستفاد من القدرة الفردية على التحرر من مظاهر التخلف. نعم. ولكن في نفس الوقت علينا أن نكون قراء أذكياء لواقعنا الذي نحيا فيه. ممكن أن تكون أنت شهيدا بدرجة معينة، لا أقول أنه أنت شهيدا بدرجة الإمام الحسين عليه السلام، ممكن أن تكون شهيدا في سبيل هذا المبدأ، ولكن يكون من الأفضل، والأفضل طبعا هو أنه تلتف أمة حول الفكر الذي يحمله الإنسان، وهذه الأمة بمجملها تحمل هذا الفكر لتحقق التغيير لواقعها نحو الأفضل. يعني اليوم احنا في تاريخنا الإسلامي كثير من الرموز وكثير من الشخصيات حملت مشعل الحرية والرغبة في التغيير والإصلاح، لكن كانت النتيجة أنه يتعرضون للانتكاسات عندما لا تكون هنالك الأرضية والقاعدة الشعبية مهيئة ومستوعبة لمنهج الإصلاح
وملتفة حول المصلحين. نعم. انت تحتاج اليوم حتى تنتصر، لانه مو فقط الامام الحسين عليه السلام كان يعرف ان انتصاره في دمه، لكن ليس بالضرورة انه غيره من الدعاة والمصلحين يجعلون انتصارهم بدمائهم، لربما انه يحتاج المصلح ان يكون انتصاره من خلال فهم الواقع ومن خلال قدرته على تنظيم هذا الواقع وتعبئة هذا الواقع بالشكل الذي يجعل انتصاره في إدارته للدولة، انتصاره في تأسيس حركة جيدة تحمل منهاج الإصلاح، انتصاره من خلال الفكر الجيد الذي يحمل منهاج الإصلاح وإيصال هذا إلى الجمهور. فليس بالضرورة أن يكون الانتصار، نعم ممكن أن تتحرر أنت وتكون مصلحا كفرد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الانتصار فقط بالدم. نعم، أوصلتني إلى نقطة أخرى في الحوار حضرتك، اللي هي هنالك الكثير ممن يزعمون أنهم يسيرون على خط الإمام الحسين، ولكن الغريب بالموضوع أن هذه الخطوط تراها تتقاطع. هو المفروض خط الحسين واحد، ومبدأ الحسين واحد، والإمام الحسين واحد، لا يوجد لدينا أربعة حسين. يوجد لدينا إمام حسين واحد. ولكن حينما تتبنى عدة خطوط أنها تسير على المبدأ الحسيني نراها تتقاطع الطرق. هذا السؤال يعني عميق، وسؤال ربما لا يستوفي حقه بهذه الدقائق القليلة. نعم. ليس غريبا أن ينهل من الحسين مدارس شتى. نعم. وهذا أمر طبيعي أن هنالك مدارس متعددة تنهل من الحسين مناهل متعددة. يعني اليوم أنا عندما أنظر في بعض الأحيان لهذه الجماعات التي تطالب بحماية البيئة أو جماعات الرفق بالحيوان، نعم، على سبيل المثال، أنا أقول أنه هذه الجماعات وهي جماعات حديثة، يعني اليوم ظهرت في القرن 21 في المرحلة الثالثة من حقوق الإنسان، أنه تطالب بحقوق حقوق الحيوان وبالرفق بالحيوان. هذه ممكن أن تنهل من الإمام الحسين في رفقه بحصانه ويكون لها نموذج في الرفق، وممكن لمدارس أخرى أنه تنهل من قضية بناء الأسرة، تنهل جانب محدد من الإمام الحسين. ولكن في المعيار السياسي، في الطرح السياسي، يعني عندما يكون هنالك برنامج للعمل السياسي، المفروض أنه أيضا تكون هنالك مدارس، لكن عندما تتقاطع هذه المدارس ليس على مستوى المناهج، تتقاطع على مستوى المصالح. لاحظ هنا العبارة، التقاطع لا يكون على مستوى المناهج، لأنه المفروض أن هذه القوى السياسية، هذه القوى الاجتماعية تتحرك في طول النهضة الحسينية. نعم. وبالتالي فهي تحمل منهاج واحد، هو منهاج الإصلاح. تختلف الطرق، ولكن ماذا؟ ولكن أنه النتيجة واحدة. هذا يذكرني في تفسير لطيف لقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ففي يعني التفسير الطوسي، وهو من أبرز أعتقد البيان للطوسي، وهو من أبرز التفاسير، يقول أنه هذا الشيء جدا مهم، يعني حتى السادة المشاهدين أحيانا لا ينبغي أنه لا يحتكر الإنسان الحقيقة لنفسه. يعني ممكن أنه طرق الحق تختلف ولكنها تتحد في منهاج واحد. فالتفسير الطريق المستقيم يقول أنه ممكن أن تكون هنالك طرق متعددة ولكنها في إطار العام تسير في الطريق المستقيم الذي يوصل لله سبحانه وتعالى. هنا ممكن أن تكون هنالك طرق متعددة ولكن في المنهاج العام هي توصل للحسين عليه السلام. التقاطع اللي نلاحظه اليوم احنا في الخطوط التي يعني تنتمي للإمام الحسين هو تقاطع في المصالح وليس تقاطع في المناهج. التقاطع في المصالح بمعنى قضية السلطة، قضية الثروة، وقضية احتكار القاعدة الشعبية. هذا التقاطع في المصالح واحتكار الحقيقة، كل منهم يدعي الحقيقة لنفسه، هذا التقاطع في المصالح هو الذي يقود لما تراه اليوم من تقاطع في خطوط متعددة لكنها تدعي انتسابها للإمام الحسين. غريب، هو المفروض يعني حتى ما تتقاطع في هذا الشيء. لكن ننتقل إلى سؤال آخر، وهو لماذا اختار الإمام الحسين سلام الله عليه عاشوراء تحديدا، علما أنه كان من الأشهر الحرب
عند المسلمين عند العرب في الجاهلية وبقي كذلك من الأشهر الحرم عند المسلمين. تحديد التوقيت الزمني للمعركة مهم. لاحظ هو الإمام الحسين عليه السلام هناك بعض الأحداث يعني بعض الأحداث تتحرك أحيانا بضغط الوقائع. يعني أنت لاحظ أنه معاوية كانت وفاته بتاريخ محدد، يعني هو يعني بمطلع الشعبان بداية الشعبان على 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 ما أعتقد. الإمام الحسين خرج إلى المدينة من المدينة إلى مكة ووصلها في يوم 3 شعبان. الجهاز الدولة الأموي كان يضغط على الإمام الحسين عليه السلام من أجل بيعة يزيد. هذه الأشهر الحرم يعني لربما هي قد يكون هي الأقدار الإلهية شاءت أن تكون بهذا الشكل، لأنه أرادت هذه الأقدار الإلهية أن تبين أنه على الرغم من أنه هنالك أشهر حرم وهي يعني المعروفة ذو يعني الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب، وهي هذه الأشهر كانت محرمة حتى عند عرب الجاهلية. يعني حتى عند العرب في الجاهلية كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم. يعني هذا الحاكم السلطان الجائر اليزيد وجماعته لم ينتهوا عن قتال الرجل يعني الإمام الحسين وآل بيته هذا الرجل المقدس حتى في أي أشهر كانت جاهلية تقدسها. نعم أنت لاحظ أنه هو أنا أقول هو الاختيار الإلهي لهذا التوقيت. نعم. أحيانا يعني لربما أنه بعض الأحداث تضغط على الإنسان، لكن الاختيار الإلهي لهذا التوقيت أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزع عن هذا الحاكم والطاغية كل شيء يعطيه الشرعية، لا في المعايير الجاهلية الإنسانية ولا في المعايير الإلهية السماوية. لذلك تلاحظ هو تجرأ على انتهاك حرمة الحسين في حرمة الأشهر الحرم. الأستاذ الدكتور خالد العرداوي شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عزيزا معنا، أشكرك على هذه الحلقة الممتعة. شكرا جزيلا. سادة المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في أمان الله وحفظه. بسم الله وعلى ملة رسول الله.